زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، احنا دلوقتي نازلين في شوارع القاهره ومعانا اول ضحيه في حلقه السايكوباتي. ويا مسهل ويا رب نكون خفاف على قلبكم. ايوه تاكسي. ايوه مدينه نصر. وماله ست الكل، اتفضلي. مدينه نصر ان شاء الله. مدينه نصر يعني اول عباس يعني عند العين كده. أول عباس يا اسطى عند العين، مش عين بسين عباس. لا تشرح، انت ماشي بخريطه تشرح. انت اول مره تشتغل سواق ولا ايه يا ستي؟ اعتبريها اول مره. لا مش اول مره، انت كده تودينا في داهيه اول مره. يلا كده اتكل على الطريق. بص قدامك، اتكل على الله مش على الطريق. طب خلص، خلي بالك عشان انا مالك يا اسطى؟ في ايه انت؟ ايه مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه عادي. انت تعبان ولا حاجه؟ لا 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 الله يا ستي، بص قدامك وامشي. طب بص، بس بص، ما انا باصص قدامي. بص قدامك وامشي. طب بص بس، بدل ما نروح نروح على الاسعاف. بدل ما نخلي الاسعاف تيجي تشيل حول الله يا رب. في ايه مالك؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ في ايه يا اسطى؟ بس انت بص قدامك. طيب لا لا لا، بص حول الله يا رب. ماله؟ في ايه ده؟ لا مدام انا باصص قدامي. ده مريض. لا لا لا، حول الله يا رب. عليكم السلام. خدني معاك يا صاحب النبي. اركب. بعد اذنك يا سلام. مؤاخذه اختي معلش. لا لا ولا يهمك يا ابني. مالك انت تعبان صح؟ تعبان يا صاحبي. بقول لك ايه؟ ايه يا صاحبي؟ روح في ايه؟ روح لمسها عليك. استر يا رب. يا اسطى يا لا لا لا، بص قدامك الله يكرمك. يا ستي ما انا باصص. يوم اسود يوم ركبنا معاك. لا لا لا، بص قدامك. انا بتصحيني ليه؟ صح صح، ما تنامش. حضرتك بتصحيني ليه؟ اصحيك ليه؟ يا ست يعني سيبك تموتنا؟ يا ست العربيه عارفه طريقها. ليه؟ بني ادم؟ عارف طريقه؟ ليه عليها عفريت؟ بتمشي لوحديها؟ يا ست عليها اللي عليها. ما على اللي عليها. ده انت اللي عليك، ده انت مجنون، ده انت عليك كتير. عليا كتير. افصل شويه. يا حبيبي بص قدامك يا اسطى. بص قدامك. اقعد ساكت انت كمان. بس قدامك يا اسطى. اسكتوا الاثنين. بس بقى، بس اسكتي بقى. انا لا اسكت ولا انت هتسكت. بص قدامك. بص قدامك. بس ان انا عارفك. بقول لك انت سنه بتاعت سوق العبور. بلا سوق عبور، بلا سوق خرا. سوق. بص قدامك. بص قدامك. بس بقى ايه؟ بص قدامك. بلا دي، ما انا بقول لك يا وليه ما تفكك مني. فكك وليه في عينك. بص قدامك. ايه ده يا اسطى؟ جايب امك معاك تضربنا يا اسطى. سوق وانت ساكت. ما تزغدي ليه؟ انت كمان. ما تزغديش عشان ما ازعلكيش. خلص انت يا اسطى. بص لي حاجه مش هتقدر. اقسم بالله هبعت اجيب السندباد. بص قدامك. تقدر تعمل اي حاجه. هبعت اجيب سندباد. بلا سندباد بلا زفت. يخرب بيتك. ما انت اللي خلفوك. انا هجيب لك علي الدين. كلمني. ده انت مجنون زيه واسرت منه. انا عارفك يا ولية. انا مش عايز اعرفك. سواق مليت ب 60 جنيه لما ركبت معاك. بص قدامك. بص قدامك. هصورك. يخرب بيتك. بص قدامك كده. انت مالك ومالنا؟ بص قدامك. انت بتزغدي. بس طيب يا لهوي. لا ده مجنون، ده مجنون تاني. يا ابني المجنونة. بس بس خلاص خلاص خلاص. احنا يا جماعة اسفين جدا جدا جدا. احنا كنا بنهزر معاك. يعني نزيع ولا ما نزيع؟ نزيع. أعزائي المشاهدين، ودلوقتي احنا نازلين بندور على ضحية جديدة من ضحايا الكريزي تاكسي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في العروة يا باشا؟ شارع خاتم المرسلين. ماشي. خاتم المرسلين عند قاع السيد درويش؟ عند أكاديمية الفنون كده. عارفها؟ شكلك فنية. ان شاء الله عليك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. بس احنا يعني في المسرح وكده يعني على قدنا يا عم. ربنا يرزقك يا عم ويكتب لك. في ايه؟ ايه يا باشا؟ مش عادي يعني.
طيب ماشي. هو ممكن بس بسرعه شويه نور معلش عشان اتاخر بس معلش باشا. انا ما اقدرش زوبا بديها الاوردر بتنفذ لوحدها. طيب ماشي بس برضه يعني سرع شويه اديها اوردر انها تسرع شويه معلش. زوبا شدي شويه عشان انا مستعجل. اه يا ريت يعني. خلي بالك انا عارفك. عارفني منين؟ شكلك فنان. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم ولا فنان ولا نيله بس بالله عليك خف شويه. صباح الفل يا عم. ما تسيب الناس في حالها واتكل على الله. بس انا عرفتك وعجيبك. انا ماشي. عرفتني فين بس؟ انت فنان. اه باشا الله يكرمك يا باشا. انت نمت يا عم؟ اتكل على الله يا عم. يا عم ما انا متكل على الله يا عم. امال انا متكل على مين؟ انا لو نزلت مشيت ابقى اسرع من كده. الله يكرمك مد شويه. بس انا عرفتك وعجيبك يا عم. ما تجيبنيش يا عم. يا عم ما تجيبنيش. انا اخر انا اول مره كنت تاكسي واخر مره. انا عجيبك بالمعظمه. ايه ده؟ انا جبتك المعظمه جابتك. هو بعينه اقسم بالله انا عرفتك يا ولد. انت تبع مين؟ لا 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 ما توقفش على فين؟ اركب اركب. اه معاك في اي حته رايح. مالك؟ السلام عليكم. مالك؟ تعبان يا صاحبي والله. يا عم وماله؟ خد مني. احنا مسا عليك يا صاحبي. طبق. بتعملوا ايه يا عم انت؟ اكلك يا باشا. تعبان يا باشا. يا عم ربنا يشفيك. هو انا امك؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تقوم يا عم. انت عامل جلب ليه من ساعه ما ركبت العربيه؟ مستعجل والله. عندي مشاوير. لا لا الله محمد رسول الله. انت جاي تسلم هنا في ايه؟ مالك يا صاحبي مالك؟ لا يا باشا ايدك جنبك الله يكرمك. لا خلي ايدك جنبك يا باشا. خلي ايدك على الدركسيون كده واتكل على الله. خفها يلا خفها. روح على حالك. لا انا مروق محدش عارف يعمل معايا حاجه. قلت منك. انتوا مجانين؟ طب تعالى صاحبي بقول لك ايه؟ انت بحبك يا نانسي. نانسي مين؟ انا بحبك يا عم. مش نانسي يا عم. اوعى يا عم. اوعى يا عم. اوعى يا عم. اوعى يا عم. بحبك يا نانسي. انت رايح فين البنطلون؟ بحبك يا نانسي. اوعى نانسي. اوعى يا اخي. بحبك يا عمي. نانسي اوعى يابا. يا نانسي بحبك. لا بس نانسي بقى بلا نانسي. ايه ده؟ طب ليه كده بقى؟ طب ليه كده؟ لا طيب بنهزر معاك. احنا بنعمل معاك مقلب. ايه ده انتوا؟ ده مقلب. مقلب مقلب ايه يا عم؟ لسه مفيش حاجه. كاميرا خفيه. كاميرا خفيه ايه يا عم؟ اوعى يا عم. روق. اسمح لنا نذيع الحلقه. ماشي نذيع. أعزائي المشاهدين ودلوقتي احنا نازلين ناخد ضحية تانية. كريزي تاكسي. كوبري خشب. اتفضل. اتفضل يا باشا. يكرمك يا ريس. فين يا باشا؟ في كوبري خشب. كوبري خشب عند مقار كده يا باشا. تحت عمرك يا باشا. صباح الفل يا رجاله. الناس انا الحمد لله عرفاني على الصحة وعلى الجدع وعلى الجد وعلى السخانة. ده منين يا باشا؟ من بلاد الكوبري. يا عم احسن ناس يا عم. مبرها علينا يا عم. انت يا عم اللي مش عارف مالك يا عم. غرف ده يا عم امشي. غرف ده يا امشي. وعالم ما فيش حد بقى بيستحمل حد. نام يا اسطى. لا 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 يا عم. مالك يا عم؟ ما انا ماشي. انت ضارب ايه انت؟
طيب يا عم ما توحد الله مالك. انا موحد الله مالك انت في ايه يا عم؟ ضارب وبتاع. طب ما تاخد بالك من كلامك وحاسب على اللي بيقع منك يا صاحبي. امال مالك بس في ايه؟ طب ايه؟ طيب في ايه يا صاحبي؟ دي يا عم غير فني ده انت كمان. بقول للراجل اللي داخل يتكسر عليا. ماشي انا هو معلش اخرب بيت ام الاستروكس. خفيف انت على فكره. من اول ما ركبت خلي بالك انت مزولني في حياتي. انا مزولك؟ اه والله. تبع مين انت؟ تبع مين؟ اه تبع انت تبع الواد عبده مستورو طلع باين عليك. اه عبده مستورو. اه ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه ده؟ معاك يا صاحبي. كنت معاك. السلام عليكم. عليكم السلام. استأذني يا اسطى تقول لي اركب ولا ما اركبش يا عم. الراجل ما الراجل اهو شكله تعبان يا عم على طريقنا. مالك؟ هو يوم اسود باين عليه يا عم. اسود ليه يا عم؟ بتسود النهار ليه؟ ليه بتسود النهار يا عم؟ في ايه يا عم؟ بتسود علينا النهار ليه يا عم؟ عم ايدك بس بقلبك كده في ايه يا عم؟ ده واحده واحده بس. ايه يا عم انت قلتهم برشمين بقى؟ توحدوا الله كده واتكوا على الصبر. شغل بقى برشام بقى ولا حقن ولا ستروكس ولا ايه؟ تعبان يا صاحبي. خد يا صاحبي خد انا مسا عليك. اهلا مسا يا يوم. بقول لك يا صاحبي والله ممكن تضرب لي الحرتين دول يا عم. يا عم طب اليوم المنايل اللي مش معدي ده انت جمروا حراميه بقى وبرشمجيه يا عم. ولا انت من اول مره انت مزوجني ده يا عم؟ بلا ابو بلا ابو بلا اهو. قال انت بتزغط في الوش. انت عبيط يا انت؟ هو انت بتزغط في الوش ولا ايه؟ شكلكم زارقين التاكسي. لا ايه هو يا عم؟ اتقل عليا بقى. انت اللي هتعمل ايه يا عم؟ اتقل عليا بقى. انا هشوفك بالمعظمه دي. معظمه ايه؟ بالمعظمه ايه يا عيال يا ولا هشوفك بالمعظمه. انا جبتك ده انا بقول لك ضروري يضبط نفسك. بقول لك ضروري يا ابني. ايه ده؟ ده بس يا ابني اقعد اسمع الكلام. اسمع ايه يا عم بوشك ده؟ اسمع الكلام. اسمع الكلام بس. ايه ده؟ بس 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 اتقل بقى. اتقل بس. لا 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 ما تقلقش. اوعى دي هي دي اللي انا عايزها. هي دي. طب اقول لك على حاجه سيبك من دي خلاص. اوعى يا افتح الباب ده. طب حاجه مفيش فتح باب انت. يعني ايه مفيش فتح باب؟ راجل برنس صعب. لا يا بابا هو بس ايدك دي كده. بالاستروكس بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بحبك يا نانسي. بس انا نفسي نانسي. انت فين يا نانسي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا كنا بنهزر. احنا كنا بس 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 احنا بنهزر معاك. تقول لنا نزيع ولا ما نزيعش؟